من هو أسطورة الإمارات؟ عاشرت كثير طبعا. يعني بصراحه بقدرش ما اقول لك الطلياني يعني عدنان، يعني مين احنا كعرب بمخنا الطلياني جوا يعني صعب. خلاص. هلا في نجوم، يعني هلا في عندك علي مبخوت، عندك الاسماء الموجوده الان، في عندك زهير اسماعيل، عندك زهير بخيل، فهد خميس، هلا اسماء موجوده، لكن عدنان بضل بنكهه مختلفه. صحيح بنكهه مختلفه.